بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في حلقة جديدة. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الكرم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. طيب النبي عليه الصلاة والسلام بيعلمنا حسن الخلق وبيتكلم عن وحي إكرام الجار وإكرام الضيف، كيف أوفق بينها وبين فليقل خيرا أو ليصمت. هي الكلمة الطيبة من الإكرام؟ نعم. أما سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: اتقوا النار، أو اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. يبقى الكلمة الطيبة بتدي تأثير نفسي جيد لقدامه، كأنه بالظبط اداله مبلغ من المال، لأن الراحة النفسية لا تشترى بمال. إكرام الجار واجب، إكرام الضيف مستحب جدا، لأن من ضمن أسباب حب ربنا لسيدنا إبراهيم عليه السلام عليه النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أنه كان يكرم الضيفان، بيكرم الضيف. أيضا لا يجب أن ننسى، إذا كان الغريب هنكرمه مش هنكرم الوالدين؟ فإن كانوا أحياء فببر الوالدين تعملهم كويس ولو بكلمة طيبة، وإن كانوا انتقل إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ندعي لهم بالرحمة ونصل الرحم ما استطعنا، فإن هذا فيه الخير كله. والسلام عليكم.